مساء الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي قناه الصحه والجمال ومتابعيها في كل مكان اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اريج والناس استكمالا لما تحدثنا عنه في حلقاتنا السابقه نتحدث اليوم عن تربيه الابناء في الاسلام مع ضيفي اللي نورني وشرفني النهارده الاستاذ حمدي علام الباحث الديني والاجتماعي طبعا في بدايه حلقتنا آه قناه الصحه والجمال وكل العاملين على قناه الصحه والجمال بتقدم التهنئه للاستاذ حمدي علام لطبعا مولوده الجديد نتمنى له كل السعاده والتوفيق وربنا يا رب يجعلك يجعله بر بيك وبوالدته يا رب استاذ حمدي نورتني وشرفتني عمي النهارده عمي وطبعا عمي الف عمي الف عمي. مبروك للمولود الجديد ربنا يجعله بيك كده ان شاء الله الله يبارك فيك استاذ أه حمدي عايز اعرف من حضرتك كيف حس النبي صلى الله عليه وسلم أه على تربيه الابناء في الاسلام الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي لم يترك شيئا الا علمنا اياه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل في بيته انت راع ومسؤول عن رعيتك طبعا. وقال للام ايضا انت راعيه ومسؤول عن زوجك فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الامه كلها كيف يربي الواحد منا طفله وكيف يقدمه للمجتمع فيكون مؤثرا في المجتمع لا يتاثر به المجتمع في خراب وغيره طيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما رزق من السيده فاطمه بالحسن والحسين كان يعلمهم الادب بطريقه تختلف عما نحن فيه الان فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الاطفال برفق حتى ان السيده عائشه رضي الله عنها كانت تصغره سنا وكان يعلم بانها تميل للعب فكان يلعب معها بعض الوقت ليسليها لانها زوجته وحبيبه قلبه رضي الله عنها وصلى الله وسلم على الحبيب المصطفى صلى, <applause> صلى الله عليه وسلم سيدنا ابن عباس رضي الله عنه يقول كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم أي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على دابته فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم بان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله عليك ولو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الاقلام وجفت الصحف فعلم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنه هذا الغلام الصغير ان يحفظ الله عز وجل في كل شيء فهنا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أننا حينما نربي الأطفال نعلمهم أولا العقيدة حتى ترسخ في قلوبهم حينما يعي لعقله لابد أن نعلمه العقيدة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل يعلمها لصحابة رضوان الله عنهم ثلاثة عشر عام إيه إيه وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله تمام. من هو الله عز وجل يعرفه ومن هو وما هو مقدار النبي صلى الله عليه وسلم طيب. فلو احببنا الله عز وجل وعلم الطفل الله عز وجل بما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر هذه الكلمات التي خلقت السماوات السبع من اجلها والارضين السبع وهي لا اله الا الله طيب. محمد رسول الله وهذه اولا عقيده المسلم والمسيحيه ايضا يعلمون عقيدتهم لابنائهم ليكونوا راسخين فكل ديانه تختص بعقيدتها ونحن كمسلمين نختص بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكل الديانات تدعو إلى الله عز وجل في العبادة طب هل في أساليب صحيحة يعني بتنشأ في تربية الأطفال؟ أولا نبدأ مع الطفل منذ الصغر حينما يتحدث نحدثه بأنه نلقنه الشهادة أولا يلقنه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كمجتمع مم. إسلامي طبعًا. كذلك بعد ذلك لابد أن يتعامل مع الطفل برفق لا يرهبه أو يذكر له نارا ويذكر له عذابا ويذكر له غير ذلك لأنني أسمع بعض الأمهات والأباء حينما يخوفون الأطفال الصغار ويقولون لهم لو كذبتم ستدخلون النار وهو مم. لا يعرف ما معنى الكذب ولا يعرف النار فيخوفه بها مم. وهذا شيئا ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب. فان اردت ان تعلم طفلك علمه عمليا طب أنا كن ما... صادقا انت اولا أو انا انا كام ازاي ان انا اربي طفلي او اربي ابني من غير ان انا ما اضربوش ما, ما أو, او ان انا امد ايدي عليه وكده، ازاي اعلمه الصح من من غير ضرب؟ الله عز وجل يقول ولقد صحيح. كرمنا بني ادم مم. فالإنسان لم يخلق للضرب والاهانه والتعذيب وغير ذلك والتخويف. مم. الإنسان مكرم عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لطم الوجه وعن التعذيب بالنار صلى الله عليه وعلى اله مم. وسلم. فالطفل أمانة عندك ايتها الأم. فلا بد أن تتعاملي معه برفق وبحنان وبشفقة وتعلميه لين الكلام مم. لا تخوفيه من أحد. ولا تذكري له عذابا أو نارا أمامه ولكن اذكري له الأشياء النافعة له فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الحسن والحسين برفق وكان يحملهما في الصلاة وكان يسجد بهم ويقوم بهم ولا يبطل ذلك صلاتك ولا يبطل ذلك صلاتك فالأم مدرسة الأم إن هي التي تقدم للمجتمع الرجال وهي صاحبة الامر العظيم الذي ذكره التاريخ انها قدمت للمجتمع وقدمت للناس جميعا القاده العظماء آه. فالام هي الاساس عليها 80% من التربيه والاب ربما يكون في عمله ويترك الاطفال في البيت فالام هي التي تربي اولا ثم الاب ياتي بعد ذلك مسانده لها ومنفقا على ابنائه ويساعدها في التربيه بان يهابه أبناءه في غيابه حينما تذكر لهم الام ان اباكم سياتي وساشكو اليه يكون له هيبه في البيت ومن يصنعها تصنعها الام يعني الام هي اللي بتدي هيبه لل... الام للعب. هي التي تضع الهيبه وهي اللي... في قلب الطفل وهي من اللي... ابيه وهي اللي ومن غيره الطفل في والده برضه آه فعلى الام مسؤوليه كبيره لانها مدرسه طب ايه دور الام آه آه تجاه ابنائها الأم تجاه أبنائها لابد أن تعاملهم برفق وأن تقوم على تربيتهم تربية صحيحة لا تكذب ها. أمامهم مم. تكون صادقة أمامهم مم. لا تتعامل بعنف أمامهم مع زوجها حتى لا يتعلموا العنف منذ الصغر ده يؤثر على الطفل أكيد نفسهم. طبعا يؤثر عليه نفسيا وهذا ما نراه في الشارع المصري الآن وهذا ما نراه في الوطن العربي يعني, مم. يعني الشباب تلاقي عنده عنف أين أتى بهذا العنف من أين أتى به أتى به لأنه عنده تأثير نفسي منذ الصغر فالطفل يتعلق بذهنه أشياء ربما تأثر عليه في الكبر وهذا ما نعاني فيه في مجتمعنا الان سوء التربية وسوء التربية الصحيحة التربية الصحيحة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ليست كذلك لما نادى أحد الناس على ابنه ليعطيه تمرا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن ناديته وأتى إليك ولم تعطيه فقد كذبت عليه كتبت عليك كذبة حينما يأتي ضيفا في البيت وجه إليه المسؤولية هذا الطفل الذي يبلغ من العمر عشر سنين كله لابد أن توجب الضيف وأن تكرمه وأن تفعل كذا وكذا ضع في صدره الشموخ والأنف وروح الفروسية ضع في صدره الرجولية منذ الصغر مم. ربيه على القيم والمبادئ والاخلاق هذا ما حس به رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صدق لا صدق. كما يفعل البعض الان بانه يكذب امام ابنه ويقول اني اعلمه الصدق فانت علمته عمليا يعني الكذب تمام حينما قلت له ان اتى احدا يسال عني فقل له ان ابي بالخارج او ابي يفعل شيئا مم. وانت داخل البيت امام عيني فهذا كذب عملي علمته الكذب عملي مم. علمه الصدق عملي كما علمته الكذب مم. هذا مذموم ان يضربه وليس هذا من يعني من من اسلوب التربيه ان تضرب الطفل لا عامليه برفق اي شيء في الدنيا ان عاملتيه برفق ياتي معك الخيل ان عاملتيها بعنف لا تركبي ظهرها ابدا طب ايه الحاجه اللي اللي آه اللي ابني ممكن يستحق الضرب عليها هناك عقابا ولكن ليس كعقاب ما نراه الآن على السوشيال ميديا وغيرها بالتعذيب بالنار أو الضرب المبرح أو كذا لا, وكذا يعني لا أنا العقاب أنا ممكن أحرم الطفل من شيء أنا بأتي به له مم معاقبة له أنه لم يفعل ذلك مم بس أين العقاب حينما يفرط في صلاته حينما يفرط في دينه حينما يفرط في أخلاقه تمام حينما يقصر في هذه الأشياء المهمة. مم. هناك أشياء طفيفة وأشياء يسيرة لا داعي لا داعي للعنف فيها يعني، مم. لا داعي لعلو الصوت يعني لا أعلي صوتي أمام طفلي مم. لأنه أضعف مني وأصغر تمام. مني، فإن علوت بصوتي ربيت عنده هذا. بتأثر يعني أكيد اللي بتأثر عليه السيئة تجاه الطفل من الأب أو من الأم يا سيدتي بتأثر أي بيت؟ مم. رب تربية صحيحة للطفل تجد الأب والأم يتعاملوا مع بعضهم البعض معاملة حسنة يخرج من بينهم أطفالا أسوياء وإن كانوا بخلاف دائم وعلو صوت وشتائم وغير ذلك خرج من بينهم أبناء غير أسوياء ودخلوا في علاقات وفشلوا في هذه العلاقات تلك العلاقات يعني فالأم والأب هم البداية في التربيه فان احسنوا التربيه كان نشؤهم صحيحا مستقيما م. وان فشلوا في التربيه كان نشؤهم مفسدا وعارا على المجتمع لا يفيد المجتمع بشيء بل يضره وهذا ما تجديه في الشوارع تجديه في الطرقات م. ليلا م. تجد الشباب بملابس مخله وغيرها وحركات لا يليق لشاب مسلم ان يفعلها وليست فيها رجولية وليس فيها قيم ولا مبادئ ولا أي شيء مما حس منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب سوء التربية في البيت بسوء التربية في البيت ليس له رقيبة أو المعاملة السيئة تجاه الأطفال من من تجاه الأم أو الأب يا سيدي هناك نماذج من الأطفال في جمهورية مصر العربية يحفظوا القرآن كاملا ومخترعين ولو و يعني وزو مكانة في المجتمع طب سؤال بسيط لو حضرتك مثلا الاب مسافر لجلب الرزق او ايا كان يعني وفي مثلا الام اللي موجوده مع الطفل بس حصل اهمال ايه اللي اكيد هيحصل يعني تقصير تقصير من الام ذات أوه. نفسها اه ما هو برضه احنا قلنا الام مدرسه الاب غائب ياتي بالطعام وياتي بالملبس وياتي بالمشرب والدواء وينفق على اسرته مشغول في عمله وتركك انت في البيت لتربي هذا الطفل وتطعميه وتقومي على رعايته لا تقصري في ذلك مهما حدث طب مش عشان يكون التربيه سليمه وكامله بتكون مشتركه بين الاب والام الاب له دور والام لها الدور الاكبر تمام الام قلت لك انها مدرسه تمام. ان اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق تمام طب ودور الاب نفسه تجاه ابنائه الأب دوره تجاه أبنائه في التقويم لأنه هو الرجل يعلمه الشهامة يعلمه الرجولة لا يتركه للأم بمساحة عريضة لأن يخرج الإبن من هذه المرحلة وربما لا يعلم هيبة الرجال وشخصيتهم لابد للأب أن يتدخل ليربي فيه شخصية الرجل تمام الام لها دور في التربيه في اشياء معينه والاب له دور مهم جدا في التربيه أيضا طب ما عايز اعرف من حضرتك ايه الاشياء اللي الام المفروض تقوم بيها تجاه الابناء وايه الاشياء اللي وايه الاشياء المفروض ان الاب يقوم بيها تجاه ابنائه لكي ان الطفل نفسه ينشا تربيه سليمه يعني يكون سويه أو اولا سوي. على الام ان تجلس مع ابنها م. او بنتها مم. وأن تعلمها لغة الحوار الحديث معها لكي تحكي لها عما بداخلها وتحكي الأم للبنت وتوضح لها ما مم. طرحته من أسئلة تمام. هذا أولا الجلوس تمام. مع تمام. الطفل والحديث معه بأريحية وبطمأنينة طب. طب لو الأم مثلا في وظيفة أو ما عندهاش وقت أن هي تقعد مع أبنائها أو كده إيه لازم أن توفر الوقت في لان هي ليس عليها انفاق في البيت في اصبح في الحاله دي في تقصير من الام نفسها تقصير من الام انت 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 خليتي في المنظومه التربويه هنا انت خليتي فيها خليتي فيها بغياب الام وغاب الاب في عمله فضاع الولد ايه الحل للمشكله دي الحل ان هو يتفقوا معا تمام ان الاب هو المنفق هو الذي يذهب للعمل؟ هو الذي يدير شؤون البيت؟ م. تمام؟ الام هي التي تدير شؤون البيت. م. لا، الاب يضع المال هنا في مكانه والام تدير شؤون البيت. تمام. آه الاب له دوره والام لها دورها، لا اقول لها اجلسي في البيت ودعي عملك، لا، هناك م. اساتذه في الجامعات واخرجوا نشأً عظيماً. بس يعني. حضرتك تقصد إن هي الأم توفر وقت لأولادها، يعني لا بد أن توفر وقت, وقت هنا. وتجلس أوكي. مع أبنائها تعلمهم فيه مم. يعني تعلمهم فيه التربية الصحيحة. والأب نفسه برضه يوفر. والأب نفس النظام. تمام تمام، طب ما ما هو الظاهر بين الشباب في الأيام. دي؟ تقصدين إن هو إيه اللي إحنا بنشوفه في في ال... في الطرقات دي والشوارع في أوه، أوه، أوه. بلادنا العظيمة. الشباب الان انت قلت قلت لك انه لو خرج من بيت سويا كان سويا في في المجتمع م. ولو خرج من بيت ممزقا كان ممزقا في المجتمع يسيء للمجتمع لا, لا 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 يضيف له شيئا م. تجد الشباب يتسكعون في الطرقات يجلسون في الطرقات تجد الشاب منهم ربما يغازل فتاه في الطريق ولم يعلمه اباه بانها اخته ولم تعلمه امه بان هذا عرضا لابد ان يحافظ عليه واخته في الاسلام وان كانت من ديانه اخرى تعلمه ان هذا عرضا انت تذهب تحارب من اجله فلا بد ان تحترمه في الطريق ولا بد ان تكون ذو اخلاق عظيم تمام طب ضعف شخصيه الاب او او قله ثقافه الاب نفسه بتاثر على الطفل يعني أكيد. انا مثلا عشان انشئ طفل مثلا تربيه سويه وسليمه لازم ابوه مثلا يبقى مثقف يعني عشان ان انا قله ثقافه الاب نفسه بتاثر على تربيه الطفل. انا حينما ابدا مشروع جديد لابد ان اجهز له واعد له العده. تمام؟ فحينما ترزق بطفل لابد ان كان ينقص فيك اشياء ان تاتي بها وتتعلمها. م. لان الدور قد كبر. تمام. والدائرة كبرت عليك طمع. وأتى مولود صغير مم. لابد أن أكون ذو وعي وذو ثقافة وذو علم حتى حينما يكبر ويتع... ويتكلم معي أتحدث معه لا أكون عاجزا امامه مم. لأنه ينظر إلي بهيبة مم. أنا أبيه تمام كما آه تتحدثين مع عالم مم. جليل مم. فإن كنت على غير ميثاقه كنت تنظرين لنفسك نظرة مصغرة ولكن كنت ذو ثقافة وتستطيع أن تجادليه وتستطيع أن تتحدث معه وتستفيدي منه طب, طب، إيه ذنب الطفل في الوقت ده أو, الـ أو الابن في الوقت ده هل يعني إيه ذنب الطفل في الوقت ده هو مش ذنب الطفل أولا في دور للتعليم برضو في, الد... في المدارس يعني التعليم ليه دور؟ ذنب الطفل ان هو يخرج يلاقي اب امي، انا والدي كان اميا ولكن علمنا. طبعاً. مش شرط طبعاً. ربما تاتي الام وتقوم بدور الاب هنا. مم. هي ادوار متبادله. طبعاً. ومش شرط ان الاب يكون ذو ثقافه حتى يخرج علماء او يخرج مهندسين او دكاتره ودكاتره أو الجامعة لا. مم. نحن نشانا في اسره ريفيه تمام لكننا نجحنا وكنا رجالا مم. وكان منا من علم ومن يحمل شهادة الدكتوراة وغيرها مم. مش شرط ذلك هناك أدوار متبادلة أنا ما بتكلمش في الوضع الاجتماعي للطفل نفسه أنا بتكلم لو لو مثلا الأب مش مثقف تمام الابن أنا ما بتكلمش الابن ما بمعنى إيه؟ ما مش مثقف مثلا مش شرط إن أنت تكون متعلم حتى تكون مثقفة قديما كانوا يتحدثون في اشياء الان نستفيد منها وهم لا كانوا لا يعرفون القراءه والكتابة. تمام أن اليس الم يكن النبي صلى الله عليه وسلم اميا وعلم العالم كله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والسلام الم يكن بعض الصحابه كانوا لا يستطيعون الكتابه او القراءه ولكن علموا العالم كله باساليب صحيحه كانوا يستخدموها في شخصياتهم ليس شرطا ان تقرا او تكتب يعني انا بس اقصد ان الفكره كلها ان ضعف شخصيه الراجل او ضعف شخصيه الاب في البيت بتاثر بالسلب على الطفل بأكيد نفسه يعني أنت الطفل بطبيعه الحال ينظر لابيه هيبه م. فان كسر هذه الهيبه امامه ضاع البيت اصلا م. ولا تجد رجل تتعامل معه فللام فل دور ولكن لها حدود تقف عندها لا تتدخل فيها في التربيه مع مع الاب طب يعني حضرتك اللي بنشوفه في الشارع المصري ده كله بسبب الانحلال في سوق التربيه يعني لا في سوق التربية؟ عدم التربيه الصحيحه عدم استخدام التربيه الصحيحه التي حس عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام ان انت تامريه بالصلاه على سبع وتضربيه على عشر ان انت تعلميه الاخلاق والقيم حينما يبلغ العشر سنين من عمره لان بعد سن ال 18 سنة لن تستطيع ان تسيطر عليه لانه بقى له شخصيته الخاصة بيه يعني انا من من عند ال 10 سنين اقدر من 10 سنين عايز. تبدا تعلم هذا الطفل من سن السبع سنين انت بتعلمه برفق، من سن ال 10 سنين تكون جازر معه في المعامله. لغايه معاك لغايه سن ال 18 سنه،, سنة بعد سن ال 18 سنه لا يستطيع احد ان يسيطر على هذه العقليه البشريه لانها خلاص بقت لها شخصيه خاصه بها. اكتسبت من المجتمع ما اكتسبت في غياب الاب ربما يصاحب احدا يكسب منه ثقافه اخرى. طيب، هل التعليم ليه دور في تربيه الطفل؟ اكيد طبعا. ولذلك ولذلك المقيمين على التعليم بيضعوا قصص وروايات في الكتب المدرسيه ويضعوا لهم مسائل معينه لكي ينشط عنده الذاكره ولكي يعلمه بطريقه ما، يعلم هذا الطفل الصغير بطريقه ما باسلوب قصه. يعلمه الصدق. كنا ندرسها زمان يعني في مم. يعلمك الصدق عن طريق قصة يرويها مم. لك في الكتب مم. التعليم له دور أساسي هنا في التربية إيه دور ولا بد أن إيه المعلم الآن طيب ينتشر ينتشر الدور الأساسي في التعليم لكي الطفل أو الابن نفسه ينشأ تربية أو ينشأ تربية سليمة أو سوية أولاً بسلو مادة علمية صحيحة مم. يعني أذكر له ما يفيده لا طيب. تكسر عليه يعني يعني تجد التعليم في التعليم المصري يكسرون الكتب ولكن المادة العلمية قليلة لابد التحرف في, 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 في انتقاء المواد العلمية التي يدرسها الطفل طبعًا. وعلى المعلم دور هنا دور المعلم دور المعلم أن يكون ملتزماً أمام الطفل وأن يكون ذو هيبة وذو مكانة كما لا كما نسمع الان من مدرسين يعطون دروس خصوصيه وغيرها ان هو يدخل الموسيقى يدخل الموسيقى في في التدريس او او طريقه راقصه او غير ذلك لكي يسهل عليهم يعني بحجه ان هو يسهل عليه هذا سيء يا سيدي هذا خطا لم نتعلم هكذا فالاستاذ له هيبته وله مكانته لابد ان يكون ذو هيبه ذو احترام بين بين الاطفال حتى يتعلمون منه ويكونون ذو نشء عظيم يفيد المجتمع طيب عايز اسال حضرتك في نهايه حلقتنا بماذا تنصح الاباء والأب والامهات تجاه ابنائهم اقول للاباء والامهات اجلسوا مع ابنائكم تحدثوا معهم، علموهم منذ الصغر القيم والاخلاق والمبادئ، علموهم كيف يكون كريما، كيف يكون صادقا، كيف يكون صريحا مع الاخرين. علموهم القيم والمبادئ التي علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجلسوا معهم وتتحدثوا بعنف، تحدثوا برفق، لا تزيدوا في الرخاء معهم حتى لا يتطاول عليكم في الكبر. فنحن عن غني عن ذلك علموهم الصلاح وعلموهم كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي انا بشكرك جدا ونورتيني شرفتين في حلقه النهارده وطبعا الف الف مبروك للمولود الجديد مبارك فيه. ربنا يبارك لك فيه يا رب مبارك ويجعله بار بيك أه بقدم كل شكري وتقديري للاستاذ حمدي علام الباحث الديني والاجتماعي وبقدم كل شكري وتقديري لقناه الصحه والجمال وكل المقيمين على قناه الصحه والجمال وبقدم كل شكري وتقديري للساده المشاهدين انتظروني في حلقه جديده من برنامج اريج والناس اشوفكم على خير